العدل، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل جعله على نفسه محرما وعلى عباده محرما. والعين الرابعة هي عين العقل، فالطيث والحماس المفرط يفسد أكثر مما يصلح. وتفسير القول في هذه العينات يطول، ولكن من باب الاختصار ينبغي على طلاب العلم اليوم أن يهتموا بالغ الاهتمام بترسيخ هذه العينات في حياتهم اليومية. فلا بد علينا أولا بالحرص التام على العلم، لأن العلم هو الشرف العظيم الذي منحه الله عز وجل لأهله. وأفضل العلوم وأرقى العلوم وأهم العلوم هو العلم بالله، فإذا كان الله عز وجل أعلى فالعلم المتعلق بالأعلى هو الأعلى. فأعلى العلوم هو علم التوحيد، علم العقيدة، العلم الذي يجلي للعباد حقيقة الله عز وجل الواجب له من حيث الإقرار له بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية الحقة، بأن يؤله وحده سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فالجهل بالله هو أقبح أنواع الجهل، كما أن العلم بالله هو أفضل أنواع العلم. فالعلم بالله هو التوحيد، والجهل بالله هو الشرك. فتحتم على الجميع أن يهتموا بالعلم، وأرقى مراتب العلم هو العلم بالتوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أولى المجلد الأول من الفتاوى، لما تكلم عن قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال ربنا أعلى، والعلم المتعلق بالأعلى هو أعلى العلوم. فينبغي لنا جميعا، علينا جميعا أن نهتم بعلم التوحيد، فهو العلم الأساس والعلم الأول الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعتنى به. ثم بعد ذلك العلم بما يجب على الإنسان في دينه، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم فريضة، لا بد أن يتعلم الإنسان ما يخرج به عن حد الجهل إلى حد العلم، خاصة فيما أوجب الله تعالى عليه من أصول الإسلام التي لا يصح إسلام عبد إلا بها. فيعلم الصلاة، ويعلم الزكاة الواجبة لمن كان لديه مال يزكى، ويعلم الصوم الواجب، ويعلم الحج الواجب، فيتعلم من دين الله عز وجل ما يقوم به دينه. ثم بعد ذلك يزداد من العلم، والعلم منارات وشعارات ورايات، كلما ازداد منها الإنسان كلما رفعه الله عز وجل. يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكتب الله عز وجل الرفعة لأهل العلم على غيره. ثم إذا منحكم الله عز وجل العلم عليكم بالعمل بالعلم، فإن آفة العلم هو أن لا يعمل به، بل العلم الذي لا يعمل به وبال على صاحبه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر من بينهم متعلم العلم وقارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت به؟ علمت العلم وعقلت القرآن فماذا عملت به؟ فالمطلوب هو العمل بالعلم. وفي الحديث الآخر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم ذكر من بينهن عن علمه ماذا عمل به. فأمانة في أعناق أهل العلم أن يصونوه وأن يرعوه وأن يؤدوا أمانة الله عز وجل فيه. فليس المطلوب من العلم الاستكثار من المعلومات والاستكثار من المؤلفات والاستكثار من مكنوزات المكتبات والاستكثار من ثناءات الناس، فإن هذه كلها تزول ولا تفيد الإنسان، وإنما ينال منه الحظ في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فسوف يندم على ذلك التعب. وكذلك من الخذلان أننا نشقى في مطالع العمر ومبادئ الطلب في الحفظ والنظر والقراءة عند أهل العلم والرحلة بين المشايخ وبذل الأموال في شراء الكتب، ثم في آخر الحياة نكون كالجهال. يقول سفيان الثوري
إذا كان ليلك ليل سفيه ونهارك نهار جاهل ففيما طلبت العلم؟ فإن تعلمنا العلم لكي ننام نسهر مثل السفهاء ونلهو مثل الجهال، فلماذا نطلب العلم؟ حياة الجهل أرحم من هذه الحياة، ولو بقينا على جهلنا ربما كان ألطف بنا وأقل. ولذلك يقول الجرجاني في أبياته المشهورة: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. نشقى، نقرأ، نسافر، نجمع، نكتب، نحفظ، ثم في الأخير لا نعمل، لا نعلم الناس الخير، لا ندعو إلى الله عز وجل، لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا يميزنا العلم عن سائر الناس نصبح كالجهال. هذا العلم وبال علينا، ولو أننا بقينا على جهلنا واشتغلنا بأمور دنيانا لكان خيرا لنا. ولكن الأولى أن الإنسان يجمع بين الحسنيين، بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم الثالثة العدل، والعدل هو شرع الله عز وجل، وأعدل العدل هو التوحيد، وأظلم الظلم وأبشعه هو الشرك بالله عز وجل. فالعدل مطلوب في كل الأمور، العدل مع نفسه، فالعاصي ظلم نفسه، والله تعالى يقول: وقد خاب من دساها. والعدل مع الوالدين، العدل مع الزوجات، العدل مع الإخوان والأخوات، العدل مع الجيران، العدل مع البشر عامة. فالظلم محرم بجميع صوره، حرم الله الظلم بينه وبين عبده. قال وما قال عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحرم الله الظلم بين المسلم والمسلم، يقول النبي عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه. وحرم الله عز وجل الظلم بين المسلم والكافر، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحرم الله الظلم بين الإنسان والبهيمة، كما حكى الله عز وجل عن حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة عذبها الله في هرة ظلمتها، عذب الله امرأة في هرة لا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. وحرم الله الظلم بين البهيمة والبهيمة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن يوم القيامة تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. فإذا كان الله عز وجل يفصل بين شاتين، فكيف لا يفصل بين مسلم ومسلم؟ يظلمه، يفتري عليه، يقول عليه ما لم يقل، يغتابه، ينم به، يتفكه بعرضه. هذا من الظلم العظيم، نسأل الله عز وجل يعيدنا وإياكم منه. فالحذار الحذار من الظلم بجميع صوره. ثم العين الرابعة عين العقل، وديننا دين العقل. ليس هناك شريعة على وجه الأرض توافق العقل المستقيم الراجح كشريعة الإسلام، فما من أصل من أصول الإسلام ولا فرع من فروعه إلا وهو يوافق قانون العقلاء من أي ديانة كان. أما بالنسبة لهذا المجلس فكما ذكرت للحضور أنني لم أختر كتابا بعد، ولكن كان القريب المتناول لليد إجازة طبعت لبعض الإخوان طبعها، أجزته بأطراف الكتب الستة مع بعض الفوائد واليسير من الترجمة، فرأى جزاه الله خيرا أن تطبع، فقام على طباعتها في لبنان، وهو الأخ الشيخ محمد قاسم القاسم محمد البقاعي من لبنان، فطبعت هذه الإجازة هنا، فهي قريبة اليد، قريبة المتناول من يدي. أقرأ أطراف الكتب الستة موجزا للإسناد، وإنما أكتفي بمن بصدر الإسناد من جهتي، ثم أوجزه في أثنائه إلى صاحب الكتاب. أولى هذه الكتب كتاب الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، فإني أرويه بالسماع والإجازة عن جمع من العلماء ومشايخ الأجلاء، منها قراءتي لهذا الصحيح
كاملا من أوله إلى آخره غير مرة على شيخنا العلامة عبد القيوم الرحماني رحمه الله تعالى, أولاها كانت في التنعيم بمكة المكرمة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الشيخ المحدث أحمد الله الدهلوي قراءة عليه, قال: أخبرنا شيخ الكل في الكل نذير حسين الدهلوي قراءة عليه الصحيح بكماله, وسمي شيخ الكل قال أهل العلم أي كل العلماء في كل العلوم, فهو شيخ الكل في الكل أي كل العلماء في كل العلوم, هكذا سئل شيخنا الشيخ عبد القيوم الرحماني فقال معنى قولهم شيخ الكل في الكل أي شيخ كل العلماء في كل العلوم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قراءة العين جميعه وهو سمع الصحيح بكماله من جده لأمه عبد العزيز الدهلوي, قال: أخبرنا والد الشيخ المحدث ولي الله أحمد الدهلوي صاحب ثبت الإرشاد إلى مهمات علو الإسناد وغيرها سماعا عليه لجامع الصحيح إلى كتاب الحج والباقي إجازة, ثم ساق بإسناده أحمد الله الدهلوي, قال: أخبرنا الشيخ حسين بن محسن الأنصاري, قال: أخبرنا حسن بن عبد الباري الأهجل ومحمد بن ناصر الحازمي كلاهما سماعا بجميعه على عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهجل صاحب النفس اليماني سماعا لجميعه عن والده العلامة نفيس الإسلام سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهجل سماعا عليه لجميعه, قال: أخبرنا عبد الخالق بن ذكر المزدادي سماعا عليه لجميعه بسماعه من العقيلة بسماعه من حسن الحجيمي كلهم بالإسناد إلى السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي, قال: بسماعه على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجي الهروي بسماعه لجميعه عن أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي سماعا عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي سماعا عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مضر بن مضر بن صالح بن بشرة ربري بسماعه على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى, قال في أول الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم, كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير, قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري, قال: أخبرني محمد إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث الأول من الحديث الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى, أكتفي بإسماعه وبالإجازة لباقيه لجميع الحضور. والبخاري رحمه الله تعالى, وهذا مذكور في هذه الرسالة, إمام من أئمة أهل السنة, بريء من مذاهب أهل البدعة على كافة طوائفه, بل قال بعض العلم أن كتاب الصحيح كتاب يهتم بالعقائد وغرس العقائد من أوله إلى آخره, فهو مبدوء بكتاب بدء الوحي والإيمان ومكتوب بكتاب التوحيد, فهو من أوله إلى آخره رد على المخالفين. فمن قال بأن البخاري رحمه الله تعالى على غير عقيدة أهل السنة والجماعة في دقائق المسائل وجليها فقد أعظم عليه الفرية والله به حسيب. وهناك من أهل العلم من ربما حصل في بعض كلامه من الإيهام والخطأ والزلل عندما نسب الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى غير عقيدة أهل السنة والجماعة في بعض أبواب العقائد. ومن أولئك ما ينقل عن الحافظ بن مندة وعنه نقل أيضا ابن حجر العسقلاني أن البخاري رحمه الله تعالى يقول باللفظ, وهذا غير صحيح, فهو أبعد الناس عن القول باللفظ, والمراد بالقول باللفظ أن يقول لفظ القرآن مخلوق. والبخاري على مذهب أهل الحديث لا يطلق هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا, وإنما ألف رسالة سماها خلق أفعال العباد فدقق وحقق وبين أن المخلوق هو فعل العبد, وأما قول الله عز وجل فهو صفة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أخطأ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه في كتاب الطهارة عندما ذكر بأن ذكر موارد الإمام البخاري, فذكر من موارده في مسائل الكلام, يريد بمسائل الكلام مسائل عقيدة, قال: وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. وهذا الكلام كلام بعيد عن الصحة, بل هو كلام باطل. فالبخاري رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن
دين الكرابيسي وعن عقيدة ابن كلاب، فهو على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى طريقة الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقلت في تلك الرسالة: عفى الله عن الحافظ فما أصاب بل وما بعده عن الصواب، فليس في صحيح البخاري من الأصول الكلامية شيء ولله الحمد، بل هو مبني على الأثر، وتسمية علم التوحيد بعلم الكلام من إحداث أهل الأهواء وعباراتهم، والبخاري رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن عقيدة ابن كلاب والكرابيسي، وقد اشتهر عن السلف ذم هذين الرجلين والتحذير منهما، ولا علاقة للبخاري رحمه الله تعالى بهما ولا بعقيدتهما، بل عقيدته واضحة صريحة في كتابه الصحيح، وخلق أفعال العباد يخالف هذين في سائر مسائل الصفات التي خالف فيها أهل السنة وأخصهما ابن كلاب، والكرابيسي أقرب منه إلى السنة، ومع ذلك فقد اشتد نكير أهل السنة عليه وعلى رأس من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقيدته التي لقي عليها أهل العلم ممن أخذ عنهم في العديد من البلدان، لم يذكر ابن كلاب ولا الكرابيسي منهم. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن سعيد البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام وأهل مصر ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان، إلى آخر كلامه. ثم ذكر منهم ما يزيد على 40 عالما من أئمة أهل السنة، على رأسهم نعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وبكر عبد الله بن عثمان بن أبي شيبة وأبا عاصم النبيل وأبا عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، ولم يذكر بينهم ابن كلاب ولا الكرابيسي. وفي كتاب خلق أفعال العباد ومن أشهر الكتب التي تبين عقيدة الإمام البخاري رحمه تعالى، لم يذكر ابن كلاب في خبر أو أنهى إليه خبرا، وكذا الحسين الكرابيسي، فكيف يكون هذا وذاك عمدته في الأصول ولا ينقل عنهما؟ ثم الكتاب الآخر وهو كتاب الصحيح من المسلم رحمه الله تعالى، قرأته كاملا على شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي حفظه الله تعالى، وأكثره على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سماعا فقط من غير إجازة. ابن باز عليه رحمة الله عز وجل أروي عنه أكثر صحيح مسلم سماعا من غير إجازة، وعبد الوكيل وابن باز مقرونان يرويان كلاهما عن والد الأول أبو محمد عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا قراءة عليه كاملا أبو سعيد بن سلمة عبد الرحمن عبد الرحيم البتالوي، ثم قرأت على شيخ عبد الرحمن عياف كذلك، وعلى شيخنا فناء الله المدني، وقرأته كاملا على شيخنا الشيخ عبد القيوم الرحمن رحمه الله تعالى، كلهم بأسانيدهم إلى صاحب الإرشاد، وهو بإسناده إلى صاحب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول في أوله: ساق الحديث مشهور حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما دخل جبريل عليه السلام دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم أذكره بنصه في الكتاب، ولكنه إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه المشهور في صحيح الإمام مسلم في أوله، عندما قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الحديث. فطرفه لكم مبذول بالسماع والإسماع، وهو لكم باقيه وباقي الكتاب الصحيح لكم أيضا مبذول بالإجازة. وإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا من أهل السنة، فعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقل عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية العديد من العبارات الدالة على سلامة معتقده. وأما الكتاب الآخر فهو كتاب السنن لإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فقد قرأته سماعا لكماله على شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي حفظه الله تعالى، وجمع من العلماء منهم شيخنا الشيخ فناء الله المدني ومحمد إسرائيل الندوي، كلهم يروون بالأسانيد المشهورة في مصنفات أهل العلم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال: كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة،
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وأبو داود رحمه الله تعالى إمام في السنة لا يخفى ذلك على أحد، وقد ترجم في كتاب السنة في من السنن العديد من الأبواب في الرد على المرجية والرد على الجهمية والمعتزلة وإثبات الرؤية، وله أيضا في سؤالات الإمام أحمد رحمه الله تعالى العديد من التقريرات لعقيدة أهل السنة والجماعة في آخره. وابنه أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني له الحائية المشهورة القصيدة التي يقول في مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فقال في آخرها لما ذكر نظم عقيدة أهل السنة والجماعة على ما يوافق كلام الأئمة قال في آخرها: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل. فالإمام أبو داود رحمه تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا مما يدل إخوان على أن منتهى الأسانيد إنما تعود إلى أهل السنة والحديث والأثر. فإذا قال لكم بعض من خالف عقائد أهل السنة والجماعة أن الأسانيد هي صنعتنا وأن الرواية إنما جاءت إليكم منا، تقول لهم: هذه بضاعتنا ردت إلينا. ولي في ذلك رسالة ذكرت بطلان هذا القول من خمسة أوجه. وأما سنن الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فقد قرأت طرفا منها على شيخنا عبد الوكيل الهاشمي قال: أخبرنا عبد الحق الهاشمي، أخبرنا سيد الثالوي، وقرأت طرفا منها على شيخ عبد الرحمن العياف، وقرأت طرفا منها على شيخ عبد القيوم الرحماني، وقرأه شيخنا عبد القيوم الرحماني كامل على شيخ عبد الله الرحماني صاحب المرقات، قال: أخبرنا أبو العلا عبد الرحمن المبارك فوري، ثم كلهم يروون عن نبيل حسين الدهلوي بإسناده السابق إلى الإمام وإسناد أبي داود الترمذي المشهور إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال في أول كتاب السنن: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو العوانة عن سماك بن الحرب حاوى حدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح فيه في الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. والترمذي رحمه الله تعالى إمام جليل وعالم مشهور وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وكفاه تلقيا عن الإمامين الإمام البخاري رحمه تعالى والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله عز وجل. وفي كتاب السنن مواطن عدة قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن تلك المواطن قوله في كتاب الزكاة لما تكلم عن حديث الصدقة وأن الله تعالى يقبله بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه، قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد نثبت هذه الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أن نروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، انظروا سماهم جهمية. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية: انظروا هذه الآيات فسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى يدها هنا القدرة، فدل على أن من أول اليد بالقدرة فهو جهمي وإن تسمى بالأشعرية. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يدي أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمعي ولا كسمعي، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقلت هذا الكلام لأنقل لكم ما سمعته مباشرة عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لسنن الترمذي يوم الخميس الثاني من شهر جماد الآخرة سنة 14 بعد 104 والألف الهجرة، يقول بالنص: هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب ينبغي أن يحفظ عن هذا الإمام، وهو بإجماع أهل الحق من أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو إثباتها على اللائق به سبحانه وتعالى بغير كيف ولا مثل. ولهذا قال السلف: أن يروها كما جاءت بلا كيف. وكلام أبي عيسى كلام عظيم جدير بأن ينقل
ويحفظ، وهكذا كلام إسحاق انتهى. وأما الكتاب الذي بعده فهو كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، فقرأت طرفا منه على شيخ عبد القيوم الرحمن وعبد الله بن عقيل وعبد الوكيل هاشم وشيخ عبد الرحمن عياف، وكلهم أجازوني الباقي بأسانيده المتقدمة إلى ولي الله الدهلوي وبإسناده المشهور إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وابن حجر بإسناده المشهور إلى الإمام ابن ماجه، قال رحمه الله تعالى في أول كتابه السنن: بسم الله الرحمن الرحيم، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. والإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى إمام في العلل، ولا ينبغي أن يستغل الأحاديث الضعيفة في كتاب السنن إلى أن يطعن فيه وفي عقيدته، أو يطعن أيضا في قوته في علم الحديث، فهو إمام في العلل. بل هناك من أهل العلم من يفضل كتاب ابن ماجه على غيره من الكتب كأبي زرعة الرازي عليه رحمة الله عز وجل، ولكن فيها حديث ضعيفة كثيرة، وفي الموجود منها إن شاء الله تعالى خير. جعل أو رسم في كتابه هذا عدة أبواب، منها باب فيما أنكرت الجهمية، ثم ساق أخبار الصفات المثبتة للرؤية والعلو والكلام واليد والضحك وغير ذلك، ولم يتأولها كما صنعت الجهمية. وأما الكتاب الأخير فهو كتاب السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي رحمه تعالى، فقرأته كاملا عن شيخ عبد الكير هاشمي حفظه الله تعالى، وهو بإسناد وجماعة، قال أخبرنا والد الشيخ عبد الحق الهاشمي، ثم ساق الأسانيد إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال في أوله في أول السنة الصغرى: كتاب الطهارة، تأويل قول الله عز وجل، تقوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والإمام النسائي رحمه تعالى أيضا إمام من أئمة السنة، ولم يؤبن في عقيدته لشيء، وله في كتاب السنة الكبرى كتاب النعوت ذكر فيه الأخبار الدالة على إثبات صفات الله عز وجل. هذه يا إخوان الكتب أرويها مسنة عن أهل العلم، منهم الحي ومنهم الميت، وأنا عندما أجيز إنما أجيز عن الأموات أصلا وعن الأحياء تبعا، وإلا من العيب على طالب العلم أن يتصدر للإجازة والتحديث في حياة مشايخه، فمشايخ الأحياء أعتذر منهم ومنكم عندما أحدث عنهم وأروي وهم أحياء، وإنما أنا سقت الأخبار لما ذكر في الأسانيد من مشايخ الأموات عليه رحمة الله عز وجل، فالإجازة إنما هي عنهم أصالة وعن الأحياء تبعا للأموات. فبذلك أجيز الإخوان سماعا، وببقية الكتب المسندة وما صح لي روايته من منقول ومعقول أجيز الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وجزاكم الله خيرا ويوفقنا وإياكم. هو أما المسلسل الأولية فليس لي فيه مزيد علو، وما يروي الإخوان ومشايخ الأجلاء الأحياء منهم إن شاء الله تعالى من عنده البركة في المسلسل الأولية، وعامة المشايخ الذين أروي عنهم هذا الحديث مسلسل بالأولية عامتهم أحياء، ولكن أرويه لكم بما سمعته عن جملة من المشايخ الميت منهم والحي من حديث المسلسل بالأولية المشهور من كل شيخ يقول حدثني شيخ فلان هو أول حديث سمعته منه، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا هو الحديث المشهور بحديث المسلسل بالأولية، أجيزكم به بشرطه إن صح هذا الشرط، أجيزكم به وفيه من العجائب العظام بقاء هذا الدين وثباته وحفظه، فهو وإن كان الحديث في الكلام في التسلسل فيه نظر،
ولكن الحديث صحيح عند الإمام أحمد والحميدي وجماعة. والعجب أن هذا الحديث يرويه الكثير من أهل السنة ومن خصوم أهل السنة من الجهمية، وفيه إثبات علو الله عز وجل، وفيه أيضا من الفوائد العقدية، وضمنت هذه الفوائد في رسالة مستقلة عن حديث المسلسل الأولية. فيه أيضا أن وصف الله عز وجل بصفة يوصف بها المخلوق لا يلزم منها التشبيه، فالله تعالى سميع والمخلوق سميع، ولكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، والله بصير والمخلوق بصير، ولكن بصر الله ليس كبصر المخلوق، والله راحم والمخلوق راحم، ولكن رحمة الله ليس كرحمة المخلوق. ففي الحديث أثبت الله تعالى بنفسه أو أثبت النبي من هم رحماء، فقال الراحمون أي من البشر المخلوقون من المخلوقين يرحمهم الرحمن وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا فيه إثبات علو الله عز وجل، قال ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا فيه إثبات العلو. ولهذا صدر الحافظ أبو محمد ابن قدامة كتابه العلو، صدر بهذا الحديث للدلالة على علو الله عز وجل، فوافق الخبر ووافق الحديث مكانه حيث صدر به أول هذا الكتاب، فأجيزكم به. ويكفي هذا الحديث في الإجازة أيضا، وحديث المحبة يندرج بعد ذلك الساعة. أنا أعتذر من الإخوان لأن الموعد الوقت عندي ضيق جدا، وأكتفي بهذه المشاركة، ولعل الله تعالى ييسر في وقت لاحق أن يكون بيننا اجتماع أطول وأوسع. وربما لمس الإخوان أنني أسرعت في الحديث، وهذا الإسراع إنما جاء مني لمقصد، لأن الوالد يدعوني الآن أكثر من مرة، طلبني أكثر من مرة، فاستمحته عذرا أن يمهني نصف ساعة، والآن تجاوز تعالى يكون بين اللقاء في وقت لاحق. أشكر الأخوان ابن عامر ومحب ابن تيمية القائمين على هذه الأكاديمية، وإن شاء الله بين اللقاء في وقت لاحق. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. المرجو من الإخوة الأفضل أن يكتبوا أسماءهم، سأراسلهم على الخاص إن شاء الله، والأخوات يراسلن الأخت الفاضلة وجد العقبة، بارك الله فيك. والمرجو كتابة مقدار السماء، المجلس كامل أن بفوز، وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.